دكتور شريف صالح مرشح النادي المصري وعضو رابطه الانديه. طبعا ببارك لحضرتك طبعا على المهمه الجديده، وطبعا ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله في هذه الخطوه. كنا عايزين نعرف النهارده ايه اللي دار في الاجتماع مع اتحاد الكوره في اول تواجد للرابطه. هو المفروض النهارده كان الاجتماع عشان انتخاب مجلس اداره الرابطه، كل انديه المفروض لها ممثلين في الرابطه، وبيتعمل مكتب تنفيذي او مجلس اداره للرابطه. النهارده كان المفروض الانتخاب، العدد اللي كان موجود كان اكتر من العدد، كان هيحصل انتخاب فعلي، لكن امس اعتذر ناديين واصبح العدد هو نفس العدد المطلوب، فتم الاختيار الناس بالتزكيه. ان شاء الله يوم 22 هيتعمل اجتماع تنسيقي عشان نختار رئيس الرابطه ونائب رئيس الرابطه، وبعد كده تحدد المواعيد الاجتماعات الاخرى عشان عمل اللجان واللوائح وكل امور الرابطه. طيب يوم 22 يتم انتخاب الرئيس والنائب، هل في اتفاق على الانتخاب ده ولا حتى الان لسه ما فيش اي اتفاقات؟ هو لسه طبعا مش هتظهر رؤيه غير لما اعرف مين الاثنين اللي هيرشحهم للاتحاد. ما احنا الخمسه معروفين، لكن احنا لسه هنشوف الخمسه الاثنين اللي هيرشحهم للاتحاد ان شاء الله. يعني هيبقى الامور ماشيه بشفافيه وعدل، اللي عايز يرشح نفسه يبقى رئيس، اللي عايز يرشح نفسه يبقى نائب، وهنشوف هيحصل ان شاء الله. تمام. طب الانتخاب يتم من خمسه مؤسسي انديه، لكن يتم والله هو حتى الان لائحه مش ما بتقولش حاجه على ان الخمسه او يبقى من بتوع الاتحاد ولا من بتوع النوادي، لكن انت شايف ان اصلا فكره الرابطه نفسها ان النوادي هي اللي تدير، يعني فالمفروض ان يبقى في شفافيه ان النوادي هي اللي فعلا يبقى اللي هم الممثلين بتوعها هم الموجودين. تمام. طب في ظل الدكتور شريف عدم اعتماد اللائحه الجديده لاتحاد الكره اللي هي فيها رابطه الانديه، ايه اللي يضمن ان الرابطه تكون رابطه لها صلاحيات مش مجرد لجنه تبع اتحاد الكره بتصدر توصيات فقط؟ على فكره هي احنا شغالين على اللائحه القديمه اللي هي 2017، وهي لائحه معتمده حتى الان، ونفس الموجود فيها بالظبط هو الموجود في اللائحه الجديده، يختلف فقط بس في عمليه نسب التوزيع البث، يمكن زودوها شويه للاتحاد، ده الفرق الوحيد، لكن كل الشروط وكل الاهداف وكل اللي موجود للرابطه في اللائحه القديمه موجود في اللائحه الجديده، فان شاء الله لما تنزل اللائحه الجديده مش هتختلف تماما، وهيبقى نفس شغل الرابطه زي ما هو. طب ايه هي بقى الاختصاصات اللجنه او الرابطه عفوا واللي هي هتديره؟ هل كاس مصر ولا الدوري ولا المنتخبات، هتدير ايه؟ والله هو الفكره ان احنا هندير مسابقه الدوري العام، ومسابقه الدوري العام طبعا بتشمل برضو السوبر معاها، لكن فكره الكاس مصر دي موضوع خلافي لسه، ان شاء الله الرابطه هتقعد مع بعض وتشوفه كل ما يخص الدوري العام. المفروض ان الرابطه مسؤوله عنه كمسابقات، وطبعا الامور اللي جايه صعبه جدا، فهيبقى اكيد كل ده يتم بالتنسيق مع الاتحاد ان شاء الله. اخيرا يا دكتور شريف، بالنسبه لشكل الدوري، هل ممكن الرابطه يكون لها تصور بالنسبه للدوري الاستثنائي السنه الجايه في ظل الارتباط الكبير للدوري للمنتخب عفوا الانديه، ولا في استقرار ان الدوري يظل كما هو بشكل طبيعي؟ يعني ايه دوري استثنائي؟ مش يعني ممكن يبقى من مجموعتين من دور واحد؟ لا اعتقد الامور دي مش ان شاء الله، ما نقعد مع بعض كل ده، يعني احنا ده انا لو قلت كلام دلوقتي هيبقى ده رايي الشخصي يعني، لكن احنا ان شاء الله ما نقعد مع بعض كلنا ونتفق على شكل معين وعلى حاجات محدده ان شاء الله نعلنها ونقولها. دايما كل شيء بالتوفيق ان شاء الله، واثقين فيكم باذن الله، يعني تقول الكره المصريه الامام دايما باذن الله. شكرا لحضرتك.